يقولون الحق العيار الباب الدار، والعيار هالمرة يقود قافلة الانتخابات ابن الصحراء مليانة لصوص. حسجة عنوانها واضح، اسمها مفوضية الانتخابات، المفوضية اللي كملت الغرقان غطة، يعني ويا التدني المهول بالمشاركة اللي يقال نزورت نسبتها من 20% إلى 44%، كملتها بتلاعب مكشوف بنتائج الانتخابات بذريعة عدم الانتهاء من نتائج الخاص والخارج والمشروط، رغم أنه نسبة هاي التصويتات هي 3% فقط، يعني يخلصون 97% بيومين ويظلون يدققون 3% أسبوع. إلى أين تمضي بنا أيها العيار؟ نسأل ويجاوب المنطق. إلى زلزال قادم ما معلوم ليه فضيحة سياسية يقودنا. هواي قوى سياسية تشوف هالشكل، من الوطنية للحكمة ومن الدعوة بشقيها القوران، بل حتى الفتح اللي حازوا نتائج محسودين عليها هم يشككون من تلاعب أضربيهم بكركوك وديالة حسب ما يقول محمد جاسم البياتي. المهم أن المفوضية مهددة بالانهيار فيما لو صار تغير واضح بالنتائج أو ما تعالجت المشاكل المثارة حاليا، ومنها مثلا اللي هدد بكشفه عضو مجلس المفوضين سعيد كاكاي. إيش قال كاكاي؟ كاكاي اللي هو قوراني يدافع عن أصوات حزبه، قال إنه إذا زملاء بالمفوضية ما يشركوه بشغلهم ويشوفوا الأرقام ترى يفضحهم ويفضح تلاعبهم الخطير بالأصوات. هيج هدد كاكاي، وهذا خلى المفوضية تستبق الفضيحة ببيان ادعت بيه إنه كاكاي وعائلته متعرضين لتهديد بالقتل من جهة سياسية متضررة من النتائج، وعلى أساس جابري على تقديم استقالته أو الظهور بوسائل الإعلام لغايات تخص ذيك الجهة. ملعوب تقليدي يذكرنا بالأفلام المصرية، ملعوب كان هروب للأمام بس مو من الباب الخلفي، خصوصا أنه أكو معطيات أخرى جاي يثير اللغط بأعلى المستويات، منها المزاد اللي نصب حاليا وجاي تعرض فيه أصوات الخارج والخاص وحتى أصوات النازحين. المن تعرض؟ تعرض للخسرانين حتى يشترون. يقولون جاي تنصرف ملايين الدولارات بهذا السوق المستحدث. أصوات الخارج تتحول لرموز قيادية ببعض القوائم، قسم منهم شغل مناصب سيادية مهمة بالدورة الحالية، وقسم منهم ترأس كتل نيابية داخل البرلمان. كل ذولة اتضح انهم خسروا حسب المعلن. الكواليس تحكي بهالخصوص عن اتصالات باعلى المستويات لمعالجة الكارثة اللي ممكن تطيح بكل شيء وتدخلنا بنفق مرعب. البعض قدم حل بإعادة العدو الفرز يدويا بجميع المحطات بالعراق، مثل ما دعا خلف عبد الصمد اليوم، ومثل ما نوه حيدر العبادي بمؤتمر الصحفي البارحة. العبادي اللي حول ملف أجهزة العدو الفرز الإلكتروني إلى النزاهة، سليم الجبوري من جانبه دعا لجلسة نيابية استثنائية لمراقبة عمل المفوضية وتقييمه. بس الأقوى من كل هاي الردود هي دعوة الوطنية لإلغاء نتائج الانتخابات واختيار مفوضية أخرى تتولى تنظيم انتخابات جديدة بالعراق. قائمة الحكمة ما سكتت أيضا، وبيانها أبدى قلق شديد وهدد بموقف قانوني وسياسي وجماهيري. بس كل هاي بجفة، وموقف زعيم التيار الصدري بجفة، الكل متفاعلة تندد وتهدد وتشدد وتردد إلا سائرون ساكتة ولا يمها. ليش يا سائرون؟ وين راح تفاعل راعي الإصلاح ويا الأحداث؟ مو هي هاي المفوضية نفسها اللي ياما ندد بيها ودعا لتغييرها واتهمها بعدم الاستقلالية والمهنية؟ فما عدا مما بدا، ما عدا أن الفائز في القافلة أمين ومو يما النار. هذا بالنسبة لسائرون، أما بالنسبة لغيرهم فالقافلة مهددة لأنه اللي يقودها عيار، والعيار ممكن يسلمها لقطاع طرق ولصوص ليل. هذا مو حكينا بل حكي قادة الكتل والناخبين والمنطق. العيار خطير والقافلة مهددة بالضياع، تقدرون تتلاحقوها؟ شو شوفونا همتكم؟